قصة منى. منى تشارك في حفلة عيد ميلاد صديقتها زينة، وسمعت البعض يقول أنها تعاني من إعاقة أو توحد. مصطلحات مثل تعاني أو مريضة ترسخ مفهوم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. أما الطريقة الصحيحة فهي أن نشير إلى الشخص أولاً ثم إلى الإعاقة، فنقول منى لديها إعاقة ولديها طيف التوحد. حماية الحقوق ومنع التجريح في استعمال الكلام الصحيح. إنتاج الأونروا بالتنسيق والتعاون مع Disability Hub، محور الإعاقة للأبحاث والمناصرة، مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. فكرة الفيديو مبنية على ملصق مصمم من قبل محور الإعاقة للأبحاث والمناصرة بعنوان أهمية المصطلحات نحو لغة جامعة. الهدف زيادة الوعي حول أهمية المصطلحات المستخدمة في مجتمعنا وتأثيرها على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاندماج في المجتمع. ميزات الفيديو: تم إعداد وتكييف الفيديو ليكون متاحاً للجميع وللأشخاص ذوي الإعاقة مع توفر الرسومات المبسطة. لغة الإشارة بالعربية والنص الكتابي للكلام الوصفي المسموع